السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. أوبو تستعد لإطلاق أحدث هواتفها في سلسلة الأف وهو الأف 11. تفاصيل أكثر في هذا الفيديو. مرحبا بكم من جديد. مؤخرا نشرت أوبو الهند تغريدة على تويتر تشويقا لجهازها الجديد الأوبو أف 11 الذي سوف يتم الكشف عنه قريبا في الهند. وفي هذا الفيديو سوف أثرثر معكم عن آخر المعلومات والتسريبات حول الجهاز. بداية بالكاميرا، وهي أكثر نقطة سيتم التسويق لها في هذا الجهاز لأنها بحساس بقوة 48 ميجا بيكسل، وهذا يعني أن حساس هذه الكاميرا سيكون إما من سامسونج وهو الجي أم 1 أو من سوني أي الآي أم إكس 586، لأنهم إلى حد الآن الحساسين الوحيدين في السوق بقوة 48 ميجا بيكسل. أما بالنسبة لحساس البصمة فهناك بعض الصور المسربة طبعا يظهر فيها الحساس في ظهر الجهاز. من جهة أخرى هناك بعض التسريبات مفادها أن حساس البصمة سيكون إن سكرين، يعني تحت البصمة. What؟ تحت البصمة. What؟ تحت البصمة. مثل جهاز الكي 1، وإن كان هذا صحيح فهذا يعني أن الشاشة ستكون أمولد. الأمر الآخر المثير بالنسبة للشاشة هي أنها شاشة بازلس بشكل شبه تام، يعني ليس بها أي نوتش من أي نوع، لا الواتر دروب ولا الثقب الأسود الذي ظهر مؤخرا ولا الفي ولا اليو ولا anything، فقط مساحة كاملة للمستخدم. ولكن إذا كانت الشاشة بهذا الحجم وتأخذ كل الواجهة، أين كاميرا السيلفي؟ وهذا هو الأمر المثير التالي بالنسبة للجهاز، لأنه سوف يأتي بما يسمى بالبوب أب كاميرا، بحيث أن الكاميرا مدفونة في نفس الإيدج العلوي للجهاز تخرج فقط في وقت الحاجة، يعني في حال اعتماد الجهاز الفيس أنلوك أو إذا ما أردت التقاط صورة سيلفي هناك محرك يقوم بدفع الكاميرا للأعلى. تخيل معي ذلك الموقف الدرامي عندما تكون مع أصدقائك ثم يقول لك أحدهم التقط لنا سيلفي، ثم تلتقط جهازك الأوبو أف 11 من جيبك والكاميرا بذلك الأسلوب والجميع واو ما هذا أوه. واو طرامة. بمناسبة الحديث عن كاميرا السيلفي هناك بعض التسريبات تقول بأن الكاميرا الأمامية في جهاز أوبو أف 11 بقوة اسمعوا الرقم 36 ميجا بيكسل. واو حقا حقا واو. لكن يعني الأمر بدأ يبدو تخيلي بعض الشيء، لا أدري، ننتظر الكشف عن الجهاز وسوف نرى. كانت هذه أكثر التفاصيل تداولا عن الجهاز. أما بالنسبة لباقي مواصفات الجهاز التقنية فالتسريبات كانت جدا شحيحة، ليس هناك معلومات كثيرة باستثناء أن المعالج سيكون إما الكوالكوم سناب دراجون 660 أو هناك من يقول الهيليو بي 70. أنا عن نفسي أرجح الهيليو بي 70 لأنه حسب ما أذكر جميع هواتف الأف كانت بمعالجات من ميديا تك. الأف 5 على سبيل المثال كان بمعالج الهيليو بي 25، الأف 7 الهيليو بي 60، الأف 9 الهيليو بي 60، ومن المرجح أن يكون الهيليو بي 70 في الأف 11. ولكن لو لاحظتم كلا المعالجين سواء سناب دراجون 660 أو حتى الهيليو بي 70 لا يدعمان كاميرا بحساس 48 ميجا بيكسل، هل هناك خدعة في الموضوع أو ماذا؟ لا ليس هناك أي خدعة في الموضوع، فقط هناك تقنية تعرف بالكواد باير. الفكرة بكل اختصار من هذه التقنية أنها تقوم أثناء معالجة الصور باحتساب كل 4 بيكسلات على أنهم بيكسل واحد، يعني الصورة نهائيا ستكون بدقة 12 ميجا بيكسل وليس 48 ميجا بيكسل. ولكن انتبه، ليست كأي صورة 12 ميجا بيكسل أخرى، لأنها ستكون شارب أكثر وواضحة وخاصة بالنسبة لقضية الألوان. أخيرا بالنسبة لبطارية الجهاز، تقريبا كل التسريبات أجمعت على أنها بسعة أكبر من 4000 ملي أمبير، ولكن حتى أقصى 4500 ملي أمبير. وأيضا الجهاز سيدعم تقنية الشحن السريع 18 واط. أما بالنسبة للسعر فليس هناك أي معلومات مؤكدة بعد، ننتظر الكشف عن الجهاز ونرى. في الأخير هناك فقط سؤال بسيط لك صديقي، على فرض أن هذه المواصفات هي المواصفات الحقيقية وسيكون سعر الجهاز سعر مقبول، هل أنت مستعد للانتقال من الأف 7 أو الأف 9 أو من جهاز آخر إلى الأف 11؟ شاركوني آراءكم في قسم التعليقات، وكان هذا كل شيء، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، لذلكم الحين دمتم في أمان الله. What?